بسم الله الرحمن الرحيم. احنا محاضرتنا اليوم راح تكون ليست، برضو المحاضرة الثانية، اول محاضرة عن الليست. شفنا كيف بنعرف ليست، شو معنى الليست، كيف بنحط فيها قيم، كيف بنستخدمها. عرفنا انه الليست هي عبارة عن شغلة داتا ستراكشر بنسميها ميوتابل، يعني القيم اللي فيه بقدر اغيرهم، مش زي السترينج. السترينج القيم اللي فيها once انها initialize ما بقدر اغيرها، لكن بالنسبه ل السترينج، بالنسبه للليست بقدر اغيرها، ما فيها مشكله. فبالتالي بدنا نكمل على المعلومات هاي تبعت السترينج. اخذنا في بعض الميثودز الها، في عندنا الابند على سبيل المثال، بالاضافه الى الاكستند، وشفنا شو الفرق بيناتهم. قلنا راح تاخذوه بالداتا ستراكشر. لو سمحت كبر الخط اكثر من هيك كمان شوي، هالقد هيك كويس، تمام اوكي. وشفنا الانسيرت انه طريقه لحتى ادخل عنصر مكان عنصر او بأماكن مكان معين. اول مكان هو المكان، اول رقم بياخذ الانسيرت، بياخذ رقمين، اول رقم المكان اللي بدي ادخل فيه، ثاني رقم العنصر اللي بدي اضيفه، قديش قيمه العنصر اللي بدي اضيفه على هالليست هاي. فلما احكي بي دوت انسيرت 3 و4 معناته على هاي الليست المكان الثالث ضيف لي عليه، هاي 0 1 2 3، ضيف لي على المكان الثالث هاي 4، فبصير 10 احمد فولز 4 12 و6. فالعنصر الثالث وطالع لاخر الليست راح يروحوا يعملوا شيفت على اليمين هاي بالانسيرت. وشفنا التفاصيل هاي كلياتها. راح ناخذ بعض المعلومات كمان، حكينا كمان كعلى السريع اللي هو انه الليست في لها نفس الاوبريتورز اللي كنا نستخدمهم مع السترينج. يعني على سبيل المثال لو عندي ليست بالصوره هاي مثلا، ف بدي اكتب، لو بدي اكتب على سبيل المثال بي بلس مثلا 3 و4، بصير بالحاله هاي البلس هون شو معناها صارت هالساعه، انه راح تعمل كونكاتينيشن بين ليست اسمها بي وبين ليست اسمها او فيها المحتويات 3 و4. فبالتالي لما يطبع راح يطبع محتويات البي كامله بعدها 3 و4 as list. فبالتالي هون طبع ليها كلياتهم as list، او ممكن اعمل كالتالي: سي بتساوي بي زائد 2 و3، اوكي، وهون اطبع السي لحالها هيك، اوكي. فهاي الزائد هون معناها انه راح يعمل لي ليست ثانيه فيها محتويات عناصر الليست اللي على اليسار بالإضافة إلى محتويات عناصر الليست اللي على اليمين. هاي محتويات السي راح تكون. فالزائد هي للكونكاتينيشن بين الليست، بالإضافة إلى شغلة ثانية أخذناها زي السترينج اللي هي ضرب 2 على سبيل المثال. فالضرب هون للتكرار وهون عدد مرات التكرار. فالسي راح تكون نفس البي لكن مكررة مرتين، 10 أحمد فولس 12 و6، 10 أحمد فولس 12 و6. هاي الضرب، هاي محتويات الأوتبوت تبع الضرب. فبالتالي الضرب مع رقم راح يكون للتكرار، ما بصير نضرب ونحط رقم بعدين ضرب ليست، لا، ليست بعدين ضرب رقم. ولو أعتقد بصير، دقيقة خلينا نجربها. ضرب بي هيك 2 ضرب بي، 2 ضرب بي كمان بزبط، اوكي. فحتى 2 ضرب بي معناها انه راح يكرر البي مرتين، اوكي. فهاي كمان بالاضافه الى التكرار. شفنا كيف نعمل اندكسنج، شفنا كيف نعمل سلايسنج، اوكي. شغله بسيطه بس نذكركم فيها اللي هي بالسلايسنج، لما كنا نعمل هيك ماينس 1 كان يطبع لي، اذا ذاكرين، الليست بالعكس. هاي كنا نستخدمها بالسترينج، برضو بقدر استخدمها بالليست مشان يطبع لي اياها بالعكس. فهيك معناها يطبع لي كل عناصر الليست ابتداء من سالب 1 ونزول ناقص 1. فبالتالي
هاي الاندكس إلها، لو بدنا نتعامل مع الاندكس إلها، هاي الاندكس إلها راح يكون صفر، هاي الاندكس إلها واحد، هاي اثنين، هاي ثلاث. إذا بدك بالعكس بصير، لكن بالعكس راح تبدأ من اليمين لليسار، هاي سالب واحد، أوكي، هاي سالب اثنين، هاي راح تكون سالب ثلاث، وهاي راح تكون سالب أربعة. فبالتالي ممكن كمان نستخدم السالب بالإندكسينج لحتى نعبر على القيم هاي، أوكي؟ وهلو مجرة، هاي بالنسبة لكيف ندخل القيم أو الليز عفواً الإندكس تبعات البي. فمثلاً معناها مثلاً البي للسالب واحد حكينا راح يطبع لي آخر عنصر أو أول عنصر على اليمين اللي هي 12 و6، وهلو مجرة، أوكي؟ ممكن كمان نستخدم اللين مع البي. اللين كنا نستخدمها مع السترينج لحتى يرجع لي عدد العناصر، هون نفس الإشي برجع لي عدد العناصر للليست. فبالتالي هون راح يطبع لي 4، هون عندي 4 عناصر. بس هاي شوي تخدع، ليش؟ لأنه لنفرض على سبيل المثال هون بدل العنصر هذا، احنا حكينا مسبقا بالمحاضرة الماضية انه بقدر احط ليست جويت ليست، فبالتالي هون بدي احط ليست 3 و6 و9، اوكي؟ فهاي ليست جويت ليست. هسا لما اعمل لين راح يرجع لي 1 2 3 4 5 6، ولا راح يرجع لي 1 2، وهذا كله راح يتعامل معه على اساس انه 1 3 4، الجواب راح يرجع 4، اوكي؟ ليش؟ لانه هاي بمثابه عنصر واحد جويه الليست اللي اسمها بي، اوكي؟ عنصر واحد للليست اللي اسمها بي. هسه هون بالحاله هاي مشان تعمل اندكسنج برضو كمان شوي خادعه، تقدر تقول البي للصفر، معروف شو البي للصفر، البي للصفر بتطلع لك 10، هاي الاندكس لها صفر. البي للواحد بيطبع لك محتويات الواحد كلها احمر، البي للاثنين برضو كمان بيطلع لك كل محتويات الاثنين كلها، هذا العنصر كلهن، هذول الثلاث هم العنصر الثاني كلهم مع بعض مجتمعين. البي للثلاث راح يعطيني 12 و6 اللي هو العنصر الثالث. لكن هون ساعد كمان في شغلة مهمة، حكينا البي للاثنين بتطبع لي ليست، طب بدي أطبع عنصر واحد، بدي أطبع الستة على سبيل المثال من هاي. فهاي الستة موجودة بالإندكس الأول بالعنصر الثاني من الليست بي. مرة ثانية، هاي الستة هي العنصر الأول من الليست، هاي من الليست الموجودة بالعنصر الثاني من الليست بي. فبالتالي البي للاثنين بتجيب لي كل هاي. طب كيف بدي اعمل اندكسنج كمان لهاي لحتى تطلع لي الستة؟ كل ما هنالك هون حط واحد، اوكي؟ هون حط واحد، بي للاثنين للواحد راح نقرأها من اليسار لليمين. البي للاثنين مين هو البي للاثنين؟ هذا صفر، هذا واحد، هذا اثنين، هاي كلياتهم العنصر الثاني. طب الواحد فيهم، الواحد هي بتبدأ دائما من صفر، هاي صفر، واحد، اثنين، بي للاثنين للواحد معناته الستة، اوكي؟ هاي تختلف، هاي طبعا اللي هون الستة تختلف اختلاف كلي، بينما لما تحط بي للواحد فاصلة اثنين، بي للواحد فاصلة اثنين، خلينا نشوف شو الفرق بين هاي وبين الثانية اللي بتشبهها، حكينا البي ل 2.1. هاي شفنا شوف شو المقصود فيها، راح يطبع لي الستة، لكن نشوف هاي شو راح يطبع لي. البي للواحد، وين البي للواحد؟ هايها كلها. البي للواحد string للاثنين، يعني العنصر الثاني الاندكس له 2 بدك انت. هاي الA الاندكس لها 0، الH الاندكس لها 1، الM الاندكس لها 2، فهاي راح تطبع لي حرف الM، بينما هاي راح تطبع لي 6. الترتيب دائما من اليسار لليمين، من اليسار لليمين، اول شيء بنفذ هاي والناتج تبعها باخذه مع هاي،
هسه لو حطيت هون بي صفر واثنين هيك راح يعطيني ايرور. ليش؟ لانه بي صفر عبارة عن عنصر واحد، اثنين معناته انت بدك العنصر الثاني او بين قوسين الثالث الموجود بالعنصر رقم صفر. طب العنصر رقم صفر هو مكون من رقم واحد، فبالتالي هي راح يطلع لك اياها ايرور. كثير بتخربط الطلاب عملية الاندكسنج. اذا ما كنت عارف شو اللي قاعد بصير بالاندكسنج بتضيع، خاصة بعملية التتبع وين شو اللي قاعد بصير بالليست. فبالتالي مشان تدير بالك للنقطة هاي ممكن اعمل زي هيك، واعطيتك ثلاث حالات شو الفرق بين واحد واثنين واثنين وواحد. ولما يكون انت بدك تعمل اندكس لعنصر مش موجود عندك بالليست هاي راح اطلع لك مشكلة، راح اطلع لك ايرور. فبالتالي هيك غلط حكينا، هيك راح تصير واحد. طب مين يحكي لي هون كسؤال؟ بدي واحد يجاوبني. بدي اطبع حرف الـ A او حرف الـ D، هاي بدي اطبع حرف الـ D لحالها عن طريق النقطة هاي. كيف تقوى؟ واحد بي واحد أربعة A ولا D؟ واحد اثنين ثلاث أربعة D. فبالتالي هون أربعة راح يطبع لي دي، هاي هون طبع لي الدي هاي. نفس المبدأ، كيف ممكن أطبع الثلاث هاي اللي هون؟ اثنين صفر، اثنين وصفر بالضبط بيعطيني الثلاث اللي بدي إياها. فعليها تقدر تقيس أي إشي آخر أنت بتتعامل معه عمالك، فمش مشكلتنا يعني. ساعتها كيف نعمل إندكسينج واللين كمان ممكن كمان نستخدمها، الان اوبريتر برضو كمان ممكن استخدمها. كالتالي for x مثلا n b، هيك شو المقصود فيها الفور لوب هاي؟ لكل عنصر من عناصر البي دور شو بدك تساوي، ساوي اللي بدك اياه. print على سبيل المثال x مثلا، هيك راح يطبع لك العناصر هاي كلياتها بالطريقه اللي انت بدك اياها. لاحظ هون لما يجي يطبع لي العنصر الثاني طبع لي كله 3 6 9 مع بعض. فبالتالي الان اوبريتر كمان ممكن استخدمها بالليست، وبقدر استخدمها بكل بساطه نفسها نفس الطرق العاديه، نفس الشيء الاستخدامات السترينج اللي كنا نستخدمها. بالاضافه الى ذلك خلينا ساعات ناخذ شغلات اكبر من هيك. بدي اعمل ليست بتساوي 1 2 3، بدي اعمل ليست ثانيه بتساوي على سبيل المثال 1 و2 و6 اوكي. بدي اقول اف اي اقل من بي، نفس الشيء بتعامل مع الاي والبي بالاقل، راح لازم كمان نفس ما بتعامل مع السترينج. فبيجي على الاي هاي مع هاي متساويات، بروح العنصر بعديه هاي مع هاي متساويات، بروح العنصر بعديه هاي مع هاي. مين اقل؟ هاي، معناته الاي اقل من بي، معناته هذا الشرط شو راح يكون؟ ترو. فبالتالي هون برنت على سبيل المثال هاي اوكي ايلس برنت هلو مثلا. فبالتالي ممكن اجيب لك سؤال زيك بالامتحان، اقول لك مثلا حسب الموجود عندك هون بالبرنامج output راح يكون هاي ولا هلو؟ اكيد هون بالحاله هاي راح يكون هاي. ليش؟ لانه الشرط راح يكون ترو، بينما لما كان هون 6 و3 شو راح يصير هيك؟ راح يطبع هلو. ليش؟ لانه صارت البي اكبر من اي، صارت البي اصغر من اي، فبالتالي الشرط راح يكون خطا اوكي. بينما لو عملنا مثلا هيك على سبيل المثال 7، الشرط راح يكون صح ولا خطا؟ ترو، ترو راح يكون. 7 اقل من 1؟ لا فولس. بالتالي شو راح يكون؟ هلو. الاوتبوت هلو بالضبط. لو هاي كانت صفر وهاي كانت صفر وهاي كانت على سبيل المثال 1 وهاي 200 وهاي مثلا 300، ممكن بالامتحان تيجي ارقام زي هيك لحتى تخوف الطلاب مثلا، مشان اللي شاك بمعلومته راح مباشره ما يعرف يجاوب السؤال هذا. فهسه الـ A اقل من B ولا لا؟ لا فوس. تاخذهم عنصر عنصر،
إذا متساويين بتكمل. فبالتالي هون شو راح يطبع؟ هلو. 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 ليش؟ لأنه الشرط خطأ. سبعة أقل من واحد فولز. أول واحدة فولز بيطلع بكملش. أوكي؟ فبالتالي بالحالة هاي ممكن واحد ينخدع يقول والله عدد الأرقام اللي بي أكبر من عدد الأرقام اللي بي. إحنا بنقارنهم من أول واحد لآخر واحد. من اليسار لليمين. وهلو مجرا. فبالتالي لا تنخدع يعني بالنقطة هاي ولا تسبب لك أيات مشكلة لحتى إنك تسبب مثلا مشكلة عندك مفهوم الأكبر من والأكبر من. أنا معاك وهذول بخربطين لكن يعني إذا 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 فهمت كيف تشتغل كيف البايثون بيشتغل لحتى يعرف لك إذا صح ولا خطأ ما عاد يخربطوك إن شاء الله لقدام بالمرة. فبالتالي نفس اللي بينطبق على الأقل من بينطبق على آيات لوجيكال أوبريتر ثاني. هاي بالنسبة للأكبر من والأقل من كمان. حدا له آيات سؤال عليهم هذولا؟ آيات سؤال عليهم؟ أوكي ممتاز. نرجع بس شغلة أخيرة بالسلايسنج بالإندكسنج عفوا. لما كنا نكتب بي للواحد أوكي بي للواحد ونحط شو بده يطلع لي البي للواحد؟ هاي صفر هاي واحد هاي اثنين أكيد راح يطلع لي الميتين. هسا نفس الشيء ممكن أسوي لك إياها بس طريقة ثانية تطلع عليها كيف. أول ما تطلع عليها بتقول شو ها هاي ولا إشي. بدل كلمة بي حطينا شو هي البي. هاي أول واحدة البي. الثانية اللي هي الاندكس. أول واحدة الليست والثانية اللي هي الاندكس تبعت هالليست. فبالتالي لا تخلي حالك انه والله الامور صعبة هيك. لو مثلا واحد قال لك كالتالي سي بتساوي والقيمة هاي كلياتها مثلا. اوكي السي بتساوي القيمة هاي كلياتها. هل السي راح تكون عبارة عن ليست اللي هي 1, 200, 301؟ الجواب لا. قيمة السي شو راح تكون؟ متغير واحد رقم واحد اللي هو قديش؟ 200 بالضبط اللي هو 200. على نفس المبدأ لو عملنا زي هيك 4, 6, 8 على سبيل المثال. أوكي؟ على نفس المبدأ عملنا زي هيك 0, 1, 2 وهون مثلا 1. قلت لك هاي خذ الليست هاي كاملة كلياتها وقل لي شو قيمة السي. بكل بساطة بدي أقول هون مثلا print سي فقط لحالها هيك. شو راح يطلع قيمة السي؟ راح يطلع الستة بالضبط الستة. فبالتالي بصير كمان أعمل زي هيك بالبايثون. بس لازم تتأكد. ممكن أجيب لك سؤال زي هيك بالامتحان أقيم لك هذا القوس وأقول لك وين الخطأ. فأنت لما تتبع الليست عدد السطر اللي فيه ليست عدد الأقواس المفتوحة لازم يساوي بالضبط عدد الأقواس المسكرة. فبالتالي بالحالة هاي عدد هاي واحد مفتوح اثنين مفتوح هاي واحد مسكر واحد مفتوح هون واحد مفتوح هون. أوكي فبالتالي مثلا كل قوس مفتوح عد واحد كل قوس مسكر نقص واحد. لما تخلص الليست لازم يكون صفر الرقم معك. هاي واحد اثنين واحد نقصنا واحد اثنين واحد اثنين واحد خلصت الليست وظل عندي واحد مش صفر معناته هاي خطأ. فهاي واحدة من الطرق اللي ممكن تتبعها لحتى تشوف هل انه الأقواس هاي صح ولا مش صح. هاي أول نقطة. هسا النقطة الثانية ممكن يكون قوس هون. لما تيجي تعد القاعدة اللي حكيناها قبل شوي واحد وسالب واحد إذا كان قوس مفتوح بعد واحد وإذا قوس مسكر بنقص واحد. لما تطبقها على القاعدة هاي اللي هون راح يطلع معك صفر. هل هذا معناه أنه الحل صح؟ الجواب لا. ليش لا هون؟ لأنه هون مشان هاي يتعامل معها كعنصر لازم يكون في قبليها فاصلة. بس قبليها ما في فاصلة هون كمان ما في فاصلة. أوكي؟ فبالتالي إذا كانت هيك صحيحة ما فيها مشاكل. أما هيك راح تكون خطأ.
ليش؟ لأنه ما بصير أحط index واحد كلياته بالطريقة هذه. وبعضهم يعني مسموح، لكن إحنا بنتعامل معها على أساس إنها غلط، ما بصيرش. فبالتالي بدك تعرف كيف الجملة لما تكون في list جويت list، هل إنها راح تكون صح ولا مش صح، وشو الفرق بين لما تعمل indexing باستخدام list وindexing باستخدام اسم الليست. فبالتالي هاي مثلا هاي العملية بنسميها indexing باستخدام الليست. هون مثلا D بتساوي B للاثنين أو الواحد على سبيل المثال، هاي بنسميها indexing باستخدام اسم الليست. ليش؟ استخدمنا اسم الليست اللي فيها اللي هو B. هون استخدمنا indexing باستخدام الليست نفسها. فبصير أعمل هيك أو هيك، أو حتى بالسترينج ممكن كمان تعمل نفس المبدأ، ما في مشكلة. فبالتالي كمان يعني بدك تعرف شو اللي قاعد بصير بالحالة هاي هون بالindexing. بالإضافة إلى عمليات الindexing هاي كلياتها، في عنا كمان شغلتين أو بعض الفانكشنز، functions مش methods، بقدر استخدمهم مع الليست مع السترينج ما بقدر استخدمهم. الفانكشن الوحيد اللي اخذناه اللي بقدر استخدمه مع الليست والسترينج اللي هو لين، هذا الفانكشن الوحيد المشترك بيناتهم. لكن هسه راح ناخذ functions مسموح لي استخدمهم مع الليست بس مش مسموح لي استخدمهم مع السترينج، مثل المين نعرف شو بيعمل، بيطلع لي المينيمم بيناتهم، الماكس مباشره الماكسيمم، والسم. هذول الفناكش كلياتهم عباره عن طرق لحتى اتعامل مع ليست بس. مش بس هيك، لما تيجي تستخدم المين او الماكس او السم، طبعا والسم سمول، لازم العناصر داخل الليست ما يكون فيها string. يعني هسه لو اجي هون لأطبق الشغلة هاي كالتالي، f بتساوي من مع a. اول اشي مشان اشوف شو اذا الجملة صح ولا مش صح لازم اعمل كالتالي، انا بدي اطبق على الa، الa فيها 7 وصفر وصفر وصفر، فيها إشي ثاني؟ لا، كلهم نفس النوع. الجواب آه نفس النوع، كلهم يا أرقام أو أرقام وسترينج بقدر أحط بالليست. هون كلهم أرقام، بقدر أستخدم المين؟ الجواب آه بقدر أستخدم المين، ما فيها مشكلة. فبالتالي مين أقل رقم فيهم هون؟ الصفر. فبالتالي قيمة الأف قديش رح يكون؟ صفر. أف لو بدي أطبع الأف رح يطبع لي صفر. طيب لو بدي أستخدم الماكس مع A مرة ثانية، قبل ما أطلع الماكس للA بدي أحدد هل إنه استخدامي للماكس صح ولا مش صح. شو معناها؟ معناها أنا استخدمت الماكس مع ليست، هاي الليست كلهم لازم يكونوا نفس النوع. مين هم نفس النوع اللي هون؟ 700 نفس النوع، جواب آه. فبالتالي الأف معناته راح تكون أكبر قيمة بيناتهم، بالتالي راح تكون السبعة. وأنا ما جرى سم اللي هو مجموع القيم، هذا هو مع تعصيب مثال 3 و2 هون، فسبعة زائد 3 زائد 5 راح يطبع لك أكيد 12، 7 و3 10 و2 12، فالسم راح ترجع لك مجموعهم. هسا نفس النوع لا يعني كلهم انتجر، لا، ممكن يكون واحد منهم فلوت أو اثنين منهم فلوت، بصير ما فيها مشكلة. واحد انتجر وكلياتهم فلوت، آه بقدر يجمع، بقدر يجمع، بقدر يطلع المين وبقدر يطلع الماكس. ليش؟ لأنهم كلهم أرقام بالنهاية. فبالتالي لما أعمل سم للA راح يجمع لك إياهم كلياتهم، 7 و3 و2 اللي هي 12، 12 و7 بالعشرة معناته راح يطبع لك هاي مجموعهم كلياتهم صح، واحدة انتجر والثنتين الثانيات فلوت، بصير ما في مشكلة. أوكي؟ هسا وين اللعبة بالموضوع بتصير مع الطلاب ومع المدرسين؟ لو يجي يحط لك هون على سبيل المثال ترو، ايوه قال لنا الدكتور ما بصيرش اعمل سم لما يكون في نوع مختلف. هون شو الانواع؟ ارقام وبوليان.
هل بصير استخدم السم؟ الجواب اه. ليش؟ لانه بنرجع للقاعده بالضبط اللي حكيناها زمان، الصفر فولس واي رقم اخر عباره عن ترو. لما اكتب كلمه ترو بالبايثون هاي الترو معناها واحد، فبالتالي لما اجي بدي اعمل سم راح يجمع لي اياهم عادي زي ما هم هذول، لكن هون بلا ما تحتار الترو واحد، فبالتالي 7 و3 و2 و2 و5 راح يعطيني 12.7 زائد 1 فبالتالي راح يطلع 13.7، فالترو راح يجمعها. اذا بحط فولس هون قديش قيمه الفولس؟ صفر، فبالتالي قديش مجموعهم؟ 12.7. فدائما اذا عملت بوليان مع السترينج مع الليست وبدك تجمع الارقام هاي كلياتها، دائما كلمه فولس صفر وكلمه ترو واحد وين ما ظهرت بالموضوع، فبالتالي ما في داعي تخاف من الشغله هاي كلياتها. لو مثلا كمان طبقنا المن هون، المن اي، لو مثلا جبت لك هالسؤال بالامتحان قلت لك شو القيمه اللي راح يطبع لك اياها، قديش راح يطبع لي؟ فولس. فولس راح يطبع فولس صفر دكتور. بالضبط راح يطبع صفر، ما بطبع كلمه فولس، بطبع قيمه الفولس اللي هي صفر، فبالتالي هون ايه بطبع لنا فولس هون. يلا مش مشكله بطبع فولس، معناته بالامتحان ممكن نحط لكم اياها ثنتين صحيحات، وهون الماكس 7، فبالتالي لو حطيت فولس معناته ولا حطيت صفر راح يعني تحسبهن صح الثنتين، ما فيش مشكله فيها. انا قبل شوي حسب لي اياها صفر لكن هسه حسب لي اياها فولس على الاتكال، مش مشكله. الماكس اكبر قيمه من بيناتهم، لو كانوا كلياتهم سالبات على سبيل المثال، هاي سالب وهاي سالب على سبيل المثال وهاي سالب، بس ثواني بس خليني ارد على هالتلي. ما أحلى الهدوء. حجة مين هاي اللي بتحب الهدوء؟ مين رغد ولا مين روان؟ لا مو يلا رغد، أعتقد رغد ولا تالا ولا واحدة منهم، يلا مش مشكلة كلهم كنا بنحب الهدوء. ليس المهم، فالماكس والمينيموم والسم هي عبارة عن فناكش نقدر نستخدمهم مع الليست فقط، فبالتالي ممنوع يكون في عندي هون، يعني لو على سبيل المثال هون كان عندي هلو وروحوا تتفصحن وتستخدم معاها ماكس راح يطلع لك ايرور مباشرة. ليش؟ لأنه ما بصير استخدم ماكس مع ليست فيها أرقام وسترينج، ما بصير. أوكي؟ هسا لو عملنا هيك على سبيل المثال هلو وهاي، بصير استخدم معاها الماكس؟ الجواب دير بالك، احنا قبل شوي حكينا الليست لازم يكون محتوياتها نفس النوع، ما حكيناش انه والله اذا كان معها سترينج لا بصيرش، ياكلها ارقام ياكلها سترينج. اما الليست يكون فيها ارقام وسترينج بصيرش، بيوقف بقول لك انه في ايرور.
فبالتالي بدك تدير بالك من النقطة هاي لحتى تعرف كيف تطبق الماكس والسم والمن. طبعا بريحك من كثير شغلات السم والماكس والمن، انه بدل ما تكتب كود لحتى يجمع لك العناصر كلياتها، كل ما هنالك تستخدم او اكبر عنصر كل ما هنالك تستخدم السم، اذا بدك اكبر عنصر استخدم الماكس، اذا بدك اقل عنصر استخدم المن، وهلو مجرى. فتقدر تستخدمهم بالطريقه اللي انت بتناسبك، لكن بدك دائما تعرف انه مشان استخدم الميكس المن او الماكس او السم لازم كلهم يكونوا نفس النوع. هسه اخر شغله ممكن ناخذها هو تفضلي. ممكن انه نحط مثلا اي اكبر من بي، اعتبرها انتجر صح؟ بالضبط، راح يكون موجود. جواب احنا بدنا الجواب تبعها راح يكون هو القيمه. اوكي، ممكن اعمل كمان ليست بطريقه احنا عملنا مشان اعمل ليست استخدمنا هاي الاشاره. ممكن اعمل الليست بطريقه ثانيه اللي هي باستخدام فانكشن اسمه ليست. فعلى سبيل المثال بقدر اعمل زي هيك، بي بتساوي ليست كالتالي، مثلا يرموك. هسه هاي بالحاله هاي هون شو راح يسوي لك؟ راح يرجع لك ليست من الاحرف الكلمه هاي. فبالتالي البي راح تكون ليست فيها قيمتين 3 4 5 6 7. لو حاولت هون تطبع البي طلع شو بيعطيك اياها؟ بيعطيك كلمه يرموك as list. اوكي، حتى لو حطيت هون فراغ راح يكون عبارة عن واحد من القيم هيو هون. أوكي؟ فبالتالي برجع لك إياها as list. كيف؟ باستخدام function خاص بيحول لك الأشياء اللي بدك إياها لليست. فبتتعامل مع البي على أساس إنها list. فبالتالي لو حطينا هون max b، هل البي كل العناصر اللي فيها نفس النوع؟ الجواب نفس النوع. طب لو احط ماكس بي شو العنصر راح يطبع لي؟ قديش راح يطبع لي؟ واي. بالضبط، ليش؟ لانه اكبر شيء، لانه اكبر اسكي كود فيهم، صح ولا لا؟ طيب لو حطيت المين مينيمم ايه لا الفراغ. بالضبط الفراغ، الايه قديش قيمتها المينيمم سمول؟ 97. 97 بالضبط، الفراغ 32 بالضبط. فبيطبع لي هون الفراغ المينيمم للايه اللي هي الفراغ. اوكي طيب، انا مضطر اني اوقف الساعيات. حدا له ايات سؤال ايات صار؟ هيك بضل علينا محاضره واحده بس، بالمحاضره الجايه ان شاء الله راح ناخذها ونخلص ان شاء الله. اوكي، اليوم راح احط الوظيفه تابعوها، راح احكي لكم ان شاء الله. يعطيكم العافيه. الله يعافيك.